أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عناوين هذا العدد من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. في العنوان الأول: كارثة بيئية واقتصادية كبيرة تتعرض لها محافظة بابل إثر نفوق آلاف الأسماك لأسباب مجهولة. في العنوان الثاني: نتوقف عندما سماه نشطاء عراقيون في السوشيال ميديا إنجازات وزارة الصحة في الحكومة الحالية وانعكاسها على المواطنين. ثم نتابع أخبار طفح مياه الصرف الصحي وغرق مدارس وأسواق وشوارع في مناطق مختلفة وسط عجز حكومي تام. أما الختام فسيكون مع نشطاء يتحدثون عن كوارث ضحايا ومواطنين هم الذين دفعوا الثمن بسبب عدم إكمال طرق رئيسة مهمة وخطيرة. أهلا بكم. البداية مع نفوق ملايين الأسماك في أحواض مخصصة لتربيتها شمال بابل. نتابع. السلام عليكم. حقيقة يعني ما أعرف أنا شو أقول أمام هاي الكارثة. يعني بصراحة الكلمات ضاعت مني. كارثة بيئية اقتصادية حقيقية أصابت محافظة بابل ومناطق شمال محافظة بابل، وأعتقد هاي الكارثة راح تنتشر بالعراق كله خلال أيام. يعني بصراحة ما أعرف أوصف لكم الكارثة اللي دا أشوفها هنا. ملايين الأسماك، آلاف الأطنان من الأسماك نفقت بلحظات، ملايين الدولارات راحت من العراقيين، ملايين الدولارات راحت من العراقيين برمشة عين. ما نعرف إذا كان هذا أمر طبيعي، أنا ما أشوفه أمر طبيعي. ما أعرف إذا كان بفعل فاعل، ما أعرف إذا أكو جهات جاي تشتغل حتى تدمر اقتصاد العراق. ما أعرف شنو الإجراء اللي راح يصير. ما أعرف. والله 10 سنين صار لنا ما جايتنا هاي زين. هذا مو ما يفيد الاقتصاد العراقي. مو احسن مره نستار السمك من برا من ايران، نستار السمك من الكويت من الخليج، بشنو هم احسن من عندنا؟ دوله لا تجي تدعمنا لا بعلف لا بعلاج لا بش اسمه فوق هذا الضيم اللي يسد على قلوبنا هاك. والدوله ورانا شيلوا اقباصكم شيلوا عيش يا عمي، عيش طايرين ورانا. والله عمي الله يساعدكم، والله يكون ورانا، الله يكون بعون. كارثة تسع جاينا حد يا بشيل اقفاص عم عايش نشيل هالمي. احنا قاطعين مي عم هذا قاطع مي هذا القفاص قاطع مي هذا ايش هو منقل مي يعبر منه. كارثة حقيقية. في المقطع المصور القادم نتعرف اياكم السادة المشاهدين على حال اصحاب مزارع تربية الاسماك في بابل. هذا تلوث بالمي مو مال كارثة. يعني مطلوبين مليارات علف، منين راح نوفر العلف؟ كل هاي القفاصة مو فقط هذا، كل هاي المنطقة. حافظت بابل على فد حادثة كارثة بيئية هو امتلاء نهر الفرات بالأسماك النافقة، والآن إحنا ما نعرف لحد الآن محافظة بابل وكحكومة محلية ومركزية وقائمة مقامية لم تشكل لجان من البيطرة والصحة لمعرفة تلوث هذه المياه. الآن بالإضافة إلى الثروة السمكية راحت، الآن أصبحت المياه غير صالحة للشرب. مما هل نريد نعرف ما هي المواد السامة، من هي الجهة التي أدت إلى هذه الكارثة؟ فنطالب الآن الحكومة بتشكيل لجان حتى تصبح نعرف الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة. والآن أصبحوا أصحاب الأقفاص الأسماك يعني خسارتهم تقدر بالملايين. كل اقل ما كل شخص اقل ما راح له هو 3 أطنان 4 أطنان 5 أطنان و 50 طن من الاسماك. فنطالب الحكومه بتشكيل لجان ولمعرفه الاسباب وتعويض المتضررين ومعرفه التلوث في هذه المياه. وبعد كل هذا اكتفى مدير صحه بابل بنفي وصول الاسماك النافقه الى السوق المحليه.
وياهم ارسلنا مدراء المستشفيات اللي بشمال بابل ومدير قطاع المسيب ومدير شعبه رقابه قطاع المسيب، زاروا المكان للتاكد من عدم وصول الاسماك النافقه لا سمح الله او اللي تعرضت لهذا التلوث لحمت به الجهات المعنيه ان كان البيطره او البيئه للاسواق المحليه بعيدا عن تداول الناس، وحاشا اهلنا ان يحصل هذا الشيء بالنسبه للاخوان اصحاب المفاقد. للتاكيد لا توجد في شمال بابل حاليا اطعمه بالاخص الاسماك قد وصلت للاسواق المحليه لمتداول المواطنين، واحنا بانتظار ايضا راي دائره البيئه ودائره الموارد المائيه ودائره البيطره بخصوص اسباب موت هذه الاسماك في هذه المفاقس، اجراءاتنا الصحيه. الان نذهب اياكم الى موضوع ثاني، الى انجازات وزاره الصحه في الحكومه الحاليه. مستشفى السماوة التعليمي نموذجا، تعالوا نتابع واياكم ما اراد نشطاء عراقيون ان يلفت انتباهكم اليه. طابق الثاني مستشفى السماوة. هذا المستشفى شلون يروح المنازل؟ هكذا إذن هي مياه الإسالة الواصلة إلى مستشفى السماوة التعليمي. شاهدوا الآن حال المستشفيات العراقية، مستشفى بدون أنابيب أكسجين. شوف التقدم احنا وين وصلنا، هذا بشرنا بالعراق جد رخيص، إنسان جاي تحتضر تموت من كبر ساعتها هذا الجهاز البني بالإنسان، وأنا من 5 مليون لحد الآن قاعد أسأل فخر حليب، هاي المليارات اللي يحجون عليها من تطلع كبار عليهم تطلع من دس أو مخاطر، بس إحنا بالمستشفى هاي أمي جاي تموت، هذا الجهاز يقول لي هذا جهاز يعني هذا تنفس مالي، ومن أمس اليوم أنا وبالخالي الجماعة جاي نساعد عليه حتى نعطيه الهواء، أكو شيء بالعالم ما نوصل له، من تحكي بعد إنسان قرآن وحفظ الدولة وأهلي وأنت مو خوش إنسان وأنت من هالقبيلة. الآن نذهب إلى ما ذكره نشطاء وقالوا إنها حادثة لوفاة مولود كان بحاجة إلى حاضنة، ولكن مدينة الطب رفضت أن تستقبله. نتابع. مدينة الطب ماكو حاضنات وما حد ما يستقبله، على ليش؟ انه هو مو موجود، اطباء ماكو، ما حد ما يستقبله، هاي حالته. الآن ننتقل وإياكم السادة الكرام إلى أخبار البيئة وازدياد المخاطر التي تهدد سلامة وصحة المواطنين. طفح مياه الصرف الصحي بمحافظة واسط مع بداية موسم الأمطار لهذا العام.
وبسبب مياه الأمطار واستمرار التقاعس والإهمال وعدم الاهتمام الحكومي بحسب نشطاء عراقيين كتبوا في فيسبوك وتداولوا مقطعاً عن غرق مدرسة بالكامل في ناحية الدير بمحافظة البصرة. على قد جنابه طائرة واليوم ليش ماكو مجال حجيه؟ باعتقادكم لماذا أغلقت الحلة أسواقها تحديداً بعد دقائق من هطول الأمطار؟ إن البنية التحتية الكارثية بحسب كثير من النشطاء العراقيين هي السبب. نتابع. مركز مدينة الحلة. هذه مركز مدينة الحلة. شوفوها، هذا السوق الرئيسي. أول محافظة عندما تمطر خمس دقائق تغلق المحافظة أسواقها. هاي من إنجازات السيد المحافظ صادق مندلول السلطاني. أربع سنوات من الأضغاء والإنجاز. هذا قلب السوق الكبير، هذا شوفوا الناس كلهم عزلوا الدنيا العصر، كلها عزلة، بقيت بس لا حول ولا قوة إلا بالله. وش ما له مرشح نفسه للانتخابات الأخ وراح ينتخبوه للحلة لأنه كيفون على الخايسين. لو وحدة تعرف تحكي مثل حنان صفط حكي كذب عليهم حنان فتلاقوا له مثل هذا. المادة القادمة نتابع فيها غرق شوارع في الديوانية وسط إطفاء شبه تام للكهرباء. الآن إلى موضوع مختلف. ناشط عراقي يعرض حقائق بالوثائق كما يقول، ووصفها أنها متعلقة بطريق حرية عباسية السريع والتي تربط أكثر من طريق محافظة بعضها ببعض. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً إحنا هسه طريق حرية عباسية، راح أراول ناس منطقة الحرية والعباسية وكل واحد مسؤول هنا، وما أطول عليكم إن شاء الله. هذا أول كتاب أو عدد من قيادة الشرطة ومنها من شرطة الحرية ومن الصحة ب 294 حالة وفاة بسبب الحوادث بين طريق حرية عباسية. طبعا هاي الحوادث مو بس أبناء ناحية الحرية عباسية، لأن هذا طريق محافظة الحلة وديوانية تربط بالنجف، مدخل ناحية الحرية، مدخل أحد مداخل النجف. 294 ضحية، أطفال، نساء، يعني تبع يومية الحوادث، أشكال، يعني كنا من مناطقنا، أخوتنا، ولد مناطقنا، راحوا ضحايا بسبب هذا الطريق. هاي أول ورقة رسمية. الورقة الثانية أخذتها طبعاً منك من البلدية مال النجف، مدير البلدية مال الحرية ومدير ناحية الحرية والاستشاري طلبوا مجلس المحافظة ومن السيد المحافظ لؤي الياسري 50 مليون فقط. ما راح أطول عليكم الخمسين مليون فقط. شوفوا هذا الطريق، صوره بلا زحمة سيدنا، هذا أكثر من نصف المسافة صارت. شوفوا هذا كان ما مدفون بمئة مليون عراقي فقط، آليات الحكومة، غاز ومصاريف البلدية كان مقطوع، رادوا بعد 50 مليون من مجلس المحافظة حتى يكملون الطريق وتنشال هاي الأعمدة يصير طريق ثاني. طبعا مجلس المحافظة طلع لجنة، هذا الطريق اللي يكلف بس 100 مليون وهسه محتاجين بس 50 مليون،
حتى يكمل وتخلص الناس من الحوادث والكوارث اللي قاعد تمر بيها بين حرية عباسية. بس 50 مليون الجماعة طلعوا اللجنة، اللجنة تقول تكلف 4 مليار إذا يطوها المقاول. شوف الرقم، هذا الطريق يكلف حرية عباسية اللجنة مجلس المحافظة أو البلدية أو المعاون يكلف من اللجنة 4 مليار إذا المقاول. وبلدية الحرية باليات الحرية كملت 100 مليون عراقي، لأنه آليات الدولة المن تطو مقاولات. هاي فلوس العراقيين، ليش هذا الهدر؟ الآن إلى نشطاء تحدثوا عن حال طريق مناذرة مشخاب الحكومي وقالوا إن حاله مريرة بسبب الإهمال والفساد الحكومي. علي متواجدين بطريق المناظرة المشخاب، هذا الطريق اللي مستمر إنه يفقدنا أعزاء علينا. إلى حد قبل يومين خسرنا 4 أشخاص بحادثين منفصلين. هذا الشارع مثل ما تشوفون هو طريق دولي، لكن للأسف هو سايد واحد يستخدم للذهاب وللإياب. شارع بتريلات، شارع بجرارات زراعية، شارع بسيارات صالون صغيرة بسرعة مفرطة. يعني كل هذا مع الإهمال الحكومي تسبب اللي نشوفه. هاي أبو مصطفى رسالته. مجلس محافظة النجف يمتلك 9 أعضاء من المنطقة و 29 عضو داخل مجلس المحافظة، ما يلتفتون لها كذا قضايا ولا دماء الناس. كل قطرة دم تسقط في هذه المنطقة سببها مسؤوليتكم اللي تنازلتوا عنها وانتفتوا إلى قضاياكم الشخصية وانتفتوا إلى التغانم والتخاصص والتصارع فيما بينكم. الآن إلى فقرة آراءكم، وبالتزامن مع الحديث في هذا الموضوع نتابع هذه الصور. طبعا هذه الصور فيها كتاب رسمي مروص لجمهورية العراق المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار، ومضمونه أن وزارة التربية توجه بتعيين المتبرعين ببناء المدارس في ذي قار. الشباب العراقي في فيسبوك وتويتر كتب معلقا على هذا الموضوع يقول: اللي يريد يتعين خلي يبني مدرسة. الشباب يتحدث متسائلا وباستغراب تام، هل هذه مسؤولية من يود أن يتعين أم هي مسؤولية الحكومة؟ أم هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم؟ أم هي مسؤولية من يقوم على شؤون العراق؟ نتابع الآن وإياكم أبرز التعليقات التي جاءت كرد فعل على هذا القرار من وزارة التربية والتعليم. شهيد جاسم الركابي يكتب: زين يصير ابني مدرسة طين وتعينوني حارس بيها، وبعدين من اتعين ابني مدرسة طابوق بالقصاد شتقولون أحسابي؟ والله بس عينوني. هذا الرجل على ما يبدو متحدثا عن حال كثير من الشباب العراقي الذي يعاين ويعايش البطالة في العراق، فهو يقول متهكما: إذا كان مقابل أن نتعين في بلادنا ونحصل على حقوقنا أن نبني المدارس فنحن جاهزون. هو يقصد بذلك العكس، أي لا حيلة له ولا مال لديه. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي عمر حيم يكتب: هو اللي عنده إمكانية يبني مدرسة بحال تعيين، خوب يبني شقق ويأجرهم كل شهر، يجي راتب وهو نايم بالخارج يم جزر المالديف. عمر يريد أن يقول: الذي كان معه من يمتلك الكثير من المال بطبيعة الحال هو ليس بحاجة إلى التعيين، وهو ليس بحاجة إلى بناء مدرسة إلا إذا أراد أن يتبرع وكان لديه يسر من الحال. مثل هذا المواطن الذي يمتلك الكثير من النقود لن يفكر بوظيفة، وربما يذهب حتى يتنزه في شواطئ أوروبا وجزر المالديف تماما كما يقول هذا الشاب. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي أحمد يكتب: هو هذا حال العراق، ما تتعين لمن يستشهد أحد من إخوانك، ما تتعين إذا ما تبني مدرسة، ما تتعين إذا ما منتمي الحزب، وهكذا تستمر الحياة. الشاب يطرح بعض النماذج التي تسبق تعيين شاب عراقي خريج في مدرسة بوظيفة معلم. يقول: إما أن يكون يعني لك أخ مثلا قتل من خلال إحدى الميليشيات ما أو إما أن تقوم ببناء مدرسة أو تكون تابعاً
لأحد الأحزاب المسيطرة على الساحة. إلى تعليق آخر. في التعليق القادم نقرأ ما كتبه علي، يقول علي زين: أني إذا عندي فلوس أبني مدرسة خوب أفتحها أهلية، صخم بالتعيين بعد. علي يتحدث أيضا مؤكدا ما تحدث به أحد المعلقين الذين مروا معنا، ويقول: إذا كان معي كل هذه المبالغ، كل هذه الأموال، ما حاجتي بالتعيين وما حاجتي إلى وظيفتكم؟ نذهب الآن إلى التعليق الأخير في هذا الموضوع، وكتبه علي عباس، يقول: زين، إذا أبني مستشفى بعينوني طبيب. علي متهكما على فكرة التربية والتعليم التي قالت: ابني مدرسة حتى تتعين معلما، ما معناه في كتابها الصادر عنها، يقول: هل أيضا إذا قمت ببناء مستشفى تعينني وزارة الصحة طبيبا؟ كل شيء جائز. الآن إلى تويتر. ماذا قدمت إيران للبصرة؟ هو هذا الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية أعزائنا المشاهدين، ونقرأ عليكم 4 تغريدات ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني: ماذا قدمت إيران للبصرة؟ نتابع وإياكم الآن التغريدة الأولى، وكتبها أو كتبتها نعمة، تقول: إيران عملت مع أذرعتها في العراق على عدم استقراره، ودعمت الفاسدين والأحزاب الفاسدة، وعملت على عدم بناء جيش عراقي وطني، وجعلت من العراق الخط الأول لأمنها وساحة حرب مع أعدائها. إذا جارك حرق بيتك وركض مع الراكضين لإطفائه، فماذا يكون موقفك؟ تشكره أم تلومه؟ ماذا قدمت إيران للبصرة؟ كانت هذه التغريدة الأولى، والآن إلى التغريدة الثانية أعزائنا المشاهدين، ونتابع ما كتبته رشا محمد العزاوي. تقول رشا: اغتيال شيوخ عشائر ورجال دين، تهجير السكان الأصليين، انتشار الفارسية، مصادرة هوية المدينة، نشر مقار للميليشيات للسيطرة على المدينة بسطوة السلاح، نشر صور وفكر خميني في شوارع البصرة العراقية يسمح للإيراني الدخول والخروج من وإلى البصرة، أو يسمح وكأنها محافظة إيرانية. ماذا قدمت إيران للبصرة؟ سؤال برسم الإجابة من مغردين عراقيين، ونذهب إلى المغرد الثالث والتغريدة الثالثة وإياكم، وكتبها رائد الراشد. يقول رائد: إيران تنتقم من البصرة وتفتح المياه المعالجة بالنووي، ويصاب الآلاف من أبناء البصرة بالتسمم. رائد هنا يتحدث عن ضلوع النظام الإيراني بشكل مباشر بنشر المياه الملوثة في العراق من أجل تسميم الشعب العراقي. إلى التعليق أو إلى التغريدة الأخيرة التي هي معنا في هذا العدد، وكتبها منصور العلي، يقول فيها: جعلوا أنهاره، أي العراق، مكبا للنفايات السامة. هذا هو ما قدمته إيران للبصرة أعزائنا المشاهدين، بحسب من غرد من العراقيين في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. الآن إلى هذا المقطع الذي اخترناه لكم، وهو عن التهديدات الصهيونية وأدوات المشروع الإيراني في العراق. We'll be right back.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. دمتم في أمان الله.